ملأ كأس الناس غيركم وأنتم تتفرجون وتندبون حظكم العاثر؟ هذا صحيح. أنا أتفق معك أننا قصرنا وكان أنت تعرف أن من يخاطب العامة بإمكانه أن يستخدم مقولات بسيطة لإثارتهم، لإعادة توجيههم، لغسل أدمغتهم. لم نكن في خطابنا الثقافي نتوجه إلى العامة، كان خطاب ثقافي نخبوي إلى حد كبير. يعني هم يستطيعون أن يصلوا للناس، أنتم لم تستطيعوا. تاريخيا هم يصلون إلى الناس، تاريخيا لم ينفصل. ليش ما نعتبر لأنهم أقرب للناس منكم يا دكتور؟ هم أقرب إلى الناس، أقرب إلى الناس. يعني هم نزلوا الناس، عايشوهم، وهذا هو السبب. حسوا بمشاكلهم فأصبحوا قريبين منهم، وهم تكلموا بلغتهم. هذا صحيح، وهذا هو السبب في انتشار التيارات الدينية في عالمنا العربي، لأنه تاريخيا لم ينفصل المحافظ الرجل الدين عن الناس، ظل متصلا بهم عبر المسجد وعبر إصلاح ذات البين وعبر عقود الزواج وعبر التبرعات وعبر التبرعات، ظل متصلا بهم، بينما المثقف انعزل تاريخيا عن الناس بنفسه. هو ساهم بعزل الناس، هو ساهم. هناك عزلة ثقافية. تعتقد أن هذا خطأ مارسه المثقف؟ وهذا خطأ تاريخي، ولذلك لم نكن نعنى كثيرا برد هذه التهم. كنا نتوقع أن مجتمعنا لن يصدق أن بيننا من يكيد لديننا. أنا شخصيا كنت أضحك كثيرا وأقول من سيصدقه، ولكنهم صدقوه. طيب، أيضا فيما يتعلق بالمبادرة حتى بينكم أنتم باعتباركم يعني أقطابا للتيار الحداثي، ظهر أشبه ما يكون بنقد متبادل على إثر كتاب الدكتور عبد الله الغذامي حكاية الحداثة، الذي أغضب شخصيات كثيرة، ويبدو من خلال الحديث التي بحثت عنها لك أنك كنت من ضمن هؤلاء، حتى أنك قلت أن الدكتور الغذامي لو لم يجد أحدا يختلف معه لاختلف مع نفسه. قلت أيضا عن كتاب الحداثة حكاية الحداثة في السعودية أن مسمى الحكاية هو القشة التي أنقذت الدكتور الغذامي من أن يكون غير منهجي في كتابه. لماذا لا تؤلفون أنتم وتبادرون حتى تشرحون القصة بمفهومكم؟ يعني ليش دائم عندكم ردود أفعال يا دكتور؟ هذا صحيح، ربما الغذامي هو صاحب الفضل في كثير من المبادرات، ومنها أن كتب حكاية الحداثة، والحداثة لا تزال بحاجة إلى من يكتب تأريخ الحداثة، وتأريخها إنما يكون بمجموعة من الحكايات. كل منا لو حتى لو زعم لنفسه أنه يكتب تأريخا سيكتب حكاية، حتى وإن سماها تأريخا. مجموع هذه الحكايات هي التي يمكن لها أن تؤرخ، أن تتحول إلى تأريخ للكتابة، أو أن يكون هناك من يمتلك القدرة على الدخول في تاريخ الحداثة وكتابتها من خارجها. نحن مقصرون، وربما أيضا لا نمتلك هذا الإحساس بحضور الذات الذي يجعلنا نكتب حكاياتنا. أن تقول أنه حكاية الحداثة هي تمحور حول الذات من قبل الدكتور؟ كل ترجمة لمرحلة أنت مشارك فيها ستجد نفسك مضطرا أن تتمحور حول ذاتك، وذلك يعني هذا ليس عيبا في هو قدر الغذامي أن يكون متمحورا حول ذاته، خاصة إذا كتب ما هو مشارك فيه. لذلك الكتاب يقوم على عزل الآخرين بشكل أو بآخر، والتمحور حول الذات ويصبح هو البدء وهو النهاية. هل كنتم تنتظرون من الدكتور عبد الله الغذامي أن يكتب حكايتكم أنتم مع الحداثة وليس هو مشكلة الكتاب أنه حاول أن يكتب حكايتنا كذلك وليس حكايته فقط. هناك أشياء كثيرة أنا أتحفظ على واقعيتها مصداقيتها، وهناك أشياء كثيرة الغذامي كأي كاتب يقوم بعزل الأحداث بالاختيار. ليست المسألة ما هي الوثيقة التي تستخدمها في حكايتك، لكن ما هي الوثيقة التي لا تستخدمها في حكايتك. إذن أنت تقول كأي كاتب، هل هذا مخرج يعني خط رجعة، ولا تعتقد أنه هذا عيب في أسلوب الدكتور عبد الله الغذامي؟ كل كاتب يحمل عيبه، أنا لا أريد أن أسميه عيب، لكن أنا أعتقد أنه التناقض داخل السياقات هو جزء منها. أنا لا تدخل قيم العيب والصح والخطأ. هذه القيم أنا لا أتعامل معها، لا أستطيع أن أقول أخطأ أو أن هناك عيب. أنا أصف،
وأقول أننا في كل كتاب نجده، في كل كتاب نقرأ هناك تناقض داخلي، ومهمتنا هي أن نكتشف هذا التناقض الداخلي. ألا يفكر سعيد السريحي بكتابة يعني تجربته مع الحداثة؟ لدي كثير مما هو أكثر أهمية من تجربتي. مثل؟ هناك مشاريع كثيرة، أنا أخجل من أن أكرر في كل مرة أن لدي، لكن أعتقد أن لدي شيء، سلسلة محاضرات كتبتها عن بدايات الحركة الوطنية الثقافية لدينا، يعني عملية ثقافة الصحراء وانتشارها. أنا الآن لدي هناك 4 أو 5 أبحاث، آخرها كان قد ألقي قبل أيام في ملتقى النص، وكذلك في ملتقى عبد القدوس الأنصاري بالمدينة. مجموعة هذه الأشياء يمكن لها أن 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 تشكل كتاب أنا أكثر اهتماما به من أن أكتب سيرة. الثقافة والجنون أيضا لدي مجموعة من الدراسات أتمنى أن أجد الفرصة لكي أضعها. جميل. بين يدي. أنت تصف كتابك الكتابة خارج الأقواس بأنه هو أضعف كتبك، رغم أن هذا الكتاب لقي احتفالا في المشهد الثقافي السعودي. هل يعني اعترافك هذا رغم الهالة التي لقيها هو شكل مما يردد خصومكم بأن هناك شلالية في الساحة الأدبية؟ هل تعرف أن أكثر الكتب تأثيرا هي أكثرها ضعفا علميا؟ دعني أحدثك، كتاب الخطيئة والتكفير هو أضعف كتب الغذامي علميا. كتاب طه حسين الشاعر، مع أنك تعتبره كتابا صادما وليس كتابا صحيحا. طه حسين في الشعر الجاهلي هو من أضعف كتبه، ومع ذلك هو أكثرها تأثيرا. الصدمة شيء والعلمية شيء آخر. ليش حرصت أنك تقول أن هذا الكتاب هو أضعف كتبي؟ هل كانت شكل من أشكال الاعترافات مثلا؟ لا، أو لا، أو هو تمهيد حتى لو تعرضت للنقد؟ كتبته لا، ليس ذلك كذلك، كتبته في وقت مبكر، وكتب على حاضرات كانت المنبرية تستدعي فيها لغة خطاب مباشر إلى حد كبير. وكتبته في فترة البحث عن منهجية، ستجد في الكتاب مزيجا من البنيوية والفلسفة الوجودية. وجدت منهجية بعد ذلك؟ أزعم أنني وجدتها في أركيولوجيا الكرم على سبيل المثال، الحجاب والعادة. يعني أنا بدأت أعثر على نفسي في قراءة الخطاب الثقافي أو تفكيك الخطاب الثقافي، وذلك ما لم يكن موجودا في كتاب خارج الأقواس. الحديث يعني ذو شجون، سنواصله بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الأخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الدكتور سعيد السريحي، فابقوا معنا.